تعالوا بقى نعمل مع بعض المونكي بريد او العجينه اللي معموله بالزبده والسكر والقرفه، رائعه، سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. هنستخدم فيها العجينه السحريه، العجينه اللي بنستخدمها لكل حاجه حلو وحادق، العجينه اللي بنخبزها وبنقليها وبنشكلها زي ما احنا عايزين. فحابه جدا ان انتوا تحتفظوا بالمقدار وبالطريقه بتاعه العجينه. بعد كده اللي جاي ده بقى زياده انتوا ممكن تعملوا بيه حاجات تانية مختلفه. فعشان نعمل العجينه السحريه محتاجين 5 كوبايات من الدقيق الابيض، 4 معالق كبار من السكر السنترفيش يكون ناعم، 2 معلقة من الملح، ممكن هنخليهم 1 معلقة لان 2 معلقة ده ممكن يكون كتير شويه في بعض انواع الملح، فاستاذنكم خلوها يعني رشه ملح، رشه ملح كفايه قوي. 2 معلقة كبار من الخميره الفوريه، 2 كوبايات من الميه الدافيه هينزلوا بالتدريج، 4 معالق كبار من اللبن البودرة، علبة زبادي الحجم الصغير، الحجم اللي احنا بناكله ويكون متصفي من المية بتاعته، وكوباية من زيت الزيتون، ممكن تبقى زيت عادي نباتي. هنعمل ايه؟ على الدقيق هحط السكر، اللبن البودرة، الخميرة، الملح، اوكي؟ وهروح بدول في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هقوم واخده عليهم الزبدية الصغيرة، كوباية الزيت، هقفل واشغل وابتدي انزل الميه بالتدريج لحد ما العجينه تلم معايا. اول ما تلم معايا اوقف ولم. اول ما العجينه تسيب اطراف العجان وتلم معايا وتبقى كوره بتروح وتيجي مع سلاح العجان، اوقف الميه واحده واحده ويعجن كويس قوي، وبعدين اقرر. اخذت المقدار بالظبط. طيب بعد ما اوقف الميه احسب على الساعه 10 دقائق. هوقف بس عشان تسمعوني وارجع انا اشغلها لاني معايا نسخه. هحسب على الساعه يا جماعه، مش لاقيه فوتي، 10 دقائق عجن، وبعد كده لازم اسيبها تخمر. عشان تخمر لازم تتحط في مكان يكون دافي، يكون رطب، ويكون ضلمه، ولازم الكيس اللي على البولة يكون بعيد عن العجينة علشان تنفخ. لو أنا حاطة الكيس بالظبط على قد العجينة مش هتلاقي مكان تنفخ فيه. أهو بالشكل ده. هقوم جايبة كسرول على النار حاطة فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، السكر، الكسرول سخنة فنزلت السكر الأول أهو، القرفة، العسل الأبيض، يفضل العسل دايما نستخدم له حاجة خشب بس معلش أنا يعني الاستعجال، وهرفع على النار أدوب السكر وبعدين أنزله الزبدة. بس يفك، بياخد وقت شوية لأنه كمان اللي عندنا خشن شوية. هيبدأ أهو يدوب، بدأ أهو، بصوا، أو منزل عليه بقى الزبدة كلها، كلها بحذر كده، وابتدي إيه أدخل الزبدة في الكراميل أو في السكر، أقطع العجينة قدر الإمكان حجم واحد قدر الإمكان أهو، وأعملها كورة، الكورة مقفولة والقفلة أهي، والقفلة من تحت. واخد كده واقفل هنا تحت، وبعدين اقفل على القفله واسيب القفله دي من تحت برضو، بس السكر يدوب خلاص مش محتاجه منه اكتر من كده.
اوكي وارجع هنا تاني. هفضي البولة دي كده اهو من العجينة هنا في الصينية، وبعدين اقوم واخده الكراميل ده، لازم يكون برد. اوعوا 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 تستخدموه وهو سخن زي ما انا هعمل، اوعوا. ده لازم يكون معمول من بدري وبرد. سمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل العجينه في الكراميل ده بعد ما يكون برد. يا جماعه ارجوكوا بعد ما يكون برد. هاخد منه مغرفة هحطها هنا من تحت في الصينية من تحت، وبعدين هاخد كل واحدة منهم أغطسها في الصوص وأطلعها. طبعا أنا لو بارد هستخدم إيدي، بس أنا هو عشان سخن طبعا مش هحط إيدي يعني في السكر أكيد، يعني مش للدرجة دي. وبعدين أطلعه هنا. بص بقى يا فهمي، ده هيترص جنب بعضه فوق بعضه يعني كده، وبعدين كده عشان انا اكمل في الفاصل اهو، شايف ازاي؟ واكمل الصينيه كلها وبعدين ادخلها الفرن. المانكي بريد دخلت الفرن، شوفوا 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 شوفوا، انا دخلتهاش الفرن غير من دقيقه بالظبط. شوفوا نفخت ازاي، الصوص بيغلي جواها، كله هيمسك في بعضه نتيجه السكر والزبده والقرفة اللي ملفوفين فيها العجينة. وصفة رائعة، تقدروا بعد ما تطلعوها على فكرة تبتدوا تاخدوها واحدة واحدة، لأنها بتفك بمنتهى السهولة، ما بتبقاش لازقة زي ما أنتم متخيلين. ده شكلها بعد ما هيطلع من الفرن، وأنا هوريكم التانية برضو إن شاء الله لما تطلع من الفرن.